شمها وورا وروحة قدس العالمين تشبحت لا لا بمرا ومي تشبحت لا لا بمرا ومي تشبحت لا لا بمرا ومي ولا رعش لما صورتا ولو لينا شا خلع الدان العالمين حي المارن وآله المحيلوثا بحنانا قوي ربنا وإلهنا نحن الضعفاء بحنانك لكي نحتفل بهذه الأسرار المقدسة التي وهبتها لتجديد طبيعتنا البشرية وخلاصها برحمة ابنك الحبيب مارد خو للعالمين أودي لخبعي تربث هللويا 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 ذاب ترون اسمار شويحة ربو ثا خرس يرام ومعلية إيقاراق بيمت حلت عزيزو تتحباق مذبحة محسيانة دق وعرمزا أثرت مشرية شوحاق حنان عما خو عانت مرعيثا عام البدخ روم هلانك ربوات دسراب وراب ملاخم قد شاني بركينان وسخذينان مودينا ومشبحينا بخل عدا ما ردخل اوا وورا وروحة قدش العالمين مذبح بن مارن ولا هن ريحة هنيد وسيموثة حباق نهرا نوشاثا بذعث دشرارا نشتويت نقبل قليم برخ حبي ومش ميا ثم نودي لغوا شبحا خد لاش الوضعيت مخللت مليا الكل عضراني خلطوين دتو ما روارو يدخل العالمين ما رد خل موذينا ولا غيشو عمشي حمشب حينا موداي المريا والمزمر الأشماخ مريما والروحة قدشة من عالم وضم العالم آمين وآمين يا
ودوم وشرير إثم نحمان الطغرين والتفار وقطا والنوشاثا ومن أطران من أتحي والأخمار حياوينان نودة ونزقت ونشبع بخل عدا مرض خو للعالمين نتضرع إليك يا القدوس المجيد the holy glorious mighty and immortal one who dwells and delights in the saints we implore you Lord turn to us forgive us and have mercy on us always O Lord of all أيها الآب والابن والروح القدس إلى الأبد أنر عقولنا يا ربنا وإلهنا لننصت إلى كلماتك ونفهم وصاياك المحية والإلهية وهب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخلاص لنفوسنا وأجسادنا فنرنم لك المجد يا رب الكل أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد اجلسوا وانصتوا إلى سفر أعمال الرسل بارك الله مبارك الله رب الكل الذي أبنى الحكمة بتعليم المقدس فليفض رحمته على القارئ وعلى السامعين كل حين إلى الأبد فقام في المجلس فريسي اسمه جملائيل وكان من معلمي الشريعة وله حرمة عند الشعب كله فأمر بإخراج هؤلاء الرجال وقتا قليلا ثم قال لهم يا بني إسرائيل إياكم وما توشكون أن تفعلوه بهؤلاء الناس فقد قام ثودس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم فشايعه نحو 400 رجل فقتل وتبدد جميع الذين انقادوا له ولم يبقى لهم أثر وبعد ذلك قام يهوذا الجليلي أيام الإحصاء فاستدرج قوما إلى أتباعه فهلك هو أيضاً وتشتت جميع الذين انقادوا له وأقول لكم في صدد ما يجري الآن كفوا عن هؤلاء الرجال واتركوهم وشأنهم فإن يكن هذا المقصد أو العمل من عند الناس فإنه سينتقض وإن يكن من عند الله لا تستطيعوا أن تقضوا عليه ويخشى عليكم أن تجدوا أنفسكم تحاربون الله فأخذوا برأيه ودعوا الرسل فضربوهم بالعصي ونهوهم عن الكلام على اسم يسوع ثم أخلوا سبيلهم أما هم فانصرفوا من المجلس فرحين بأنهم وجدوا أهلا لأن يهانوا من أجل الاسم وكانوا لا ينفكون كل يوم في الهيكل وفي البيوت يعلمون ويبشرون باسم يسوع المسيح بارك الله Listen to Prophet Isaiah chapter 1 بارك الله May Christ enlighten you with his teaching and make a worthy model for those who are listening to you The vision of Isaiah
son of Amos, concerning Judah and Jerusalem, which he received in the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. Listen, you heavens, earth attend, for Yahweh is speaking. I have reared children and brought them up, but they have rebelled against me. The ox knows its owner, and the donkey its master's crib. Israel does not know. My people do not understand. Disaster, sinful nation, people weighed down with guilt, race of wrongdoers, perverted children. They have abandoned Yahweh, despised the Holy One of Israel. They have turned away from him. Where shall I strike you next if you persist in treason? The whole head is sick. The whole heart is diseased. Baruch Ma. ليت أخ واثق مريالا وليت أخ عواذيك هللويا هللويا ليت أخ واثق مريالا وليت أخ عواذيك شو حال آوى لو راوى الروحات قدشا من عالم وشمع هللويا 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 رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس يقول يا أخوتي بارخ مار لينورك المسيح بحكمة التعليم المقدسة ويجعلك مرات النيرة لكل الذين ينصتون إليه من بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى الذين في أفسس القديسين والمؤمنين بيسوع المسيح السلام معكم والنعمة من الله أبينا ومن ربنا يسوع المسيح مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركات روحية في السماوات بالمسيح كما سبق فاختارنا به من قبل إنشاء العالم لنكون قديسين وبغير عيب أمامه وسبق فرسمنا له بالمحبة وتبنانا بيسوع المسيح كما حسن لمشيئته ليمدح مجد نعمته الذي أفاضه علينا بواسطة حبيبه الذي لنا فيه الفداء وبدمه غفران الخطايا على حسب غنى نعمته التي تفاضلت فينا بكل حكمة وبكل فهم روحي وأعلمنا بسر مشيئته التي سبق فقصد أن يفعلها فيه لتدبير ملء الأزمنة ليتجدد بالمسيح كل شيء ثانية ما في السماوات وما على الأرض وبه انتخبنا نحن كما سبق فرسمنا طبق مشيئته من يعمل كل شيء بحسب مشورة مشيئته لنكون لمدح مجده نحن الذين كنا أول الراجين للمسيح الذين سمعتم أنتم أيضاً كلمة الحق التي هي بشارة خلاصكم وبه آمنتم وختمتم بروح القدس الموعود به الذي هو عربون ميراثنا لخلاص الذين يحيون ولمجد كرامته والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي آمين Hallelujah.
قديشات مرني شو عمشي حا كارزو ثا ات يوحنان تلميذ ديه لا شخشي لبواثو خون مهيمنو بآلها ومهيمنو بقاوي كبير لي منزلت بيت بابي ونلا بدمر وطالوخ مزاليت محضر طالوخ دكثا ونزالي محضر طالوخ دكثا هم بتآثر بشقل النوخ القيبي إيكت أنا هاون هم أختو أون بتهاوتن كيذوتن إيك بيزالي وكيذوتن الأرخة إميرة طالح توما مارا لك يذوخ إيك بزالو ديخ إيبن بدم أرخة لذاء ميري طالح يشو آني ون أرخة وحقوثة وخاية لك آثناش الجيبت بابي إلا بقاوي بيد أنا ونبقاوي بيذوت واهم البابي من دهاك يذوتوا لي وكم خازوتوا لي قال الرب لتلاميذه لا تضطرب قلوبكم آمنوا بالله وآمنوا بي إن المنازل في بيت أبي كثيرة ولا لكنت أقول لكم إني أنطلق ليعد لكم مكانا وإذا انطلقت وأعددت لكم مكانا فسوف آتي أيضا وأخذكم إلي لتكونوا أنتم أيضا حيث أكون أنا وأنتم تعرفون إلى أين أذهب وتعرفون الطريق قال له توما يا رب لست نعرف أين تذهب وكيف نقدر أن نعرف الطريق قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة لا يأتي أحد إلي إلى أبي إلا بي لو كنتم تعرفوني لعرفتم أبي أيضا ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه قال له فيلبس يا رب أرنا الآب وحسبنا قال له يسوع أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس من رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب أما تؤمن أنني في أبي وأبي فيا الكلام الذي أنا أتكلم به لا أتكلم به من نفسي بل أبي الذي هو مقيم فيا هو يعمل هذه الأعمال آمنوا أنني في أبي وأبي فيا وألا فآمنوا من أجل الأعمال الحق الحق أقول لكم أن من يؤمن بي يعمل هو أيضا الأعمال التي أنا أعمل وأفضل منها يعمل لأني ماض إلى الآب وما تسألون باسمي أصنع لكم ليتمجد الآب في ابنه وإن سألتموني باسمي فأني أصنع وشوحا لا لها أمينا نرفع صلواتنا اليوم من أجل كنيستنا من أجل إرساليتنا أكيد نريد نخص بالذكر من أجل كنيستنا ورئاسة الكنيسة غبطة أبينا الباتريارك بعودته إلى بغداد إلى المقر الرئيسي في بغداد ورح نتكلم شوية عن أهمنا وأيضا نذكر إلى جميع الذين انتقلوا من بيناتنا بالأخص بطرس كينا سليوة
يوم الأربعاء راح تكون صلاة الجناس والدفن عن روحه ساعة 11 الصبح بهاي الكنيسة، واليوم بعد القداس راح نصلي صلاة الأربعين على الروح المرحوم سمير إلياس مداله، وأيضا نرفع صلواتنا من أجل جميع المرضى، ربنا يشفيهم جميع النوايا اللي راح يقروها الشمامسة ونخص بها بالذكر شماشة جورج. أكيد من أجل إرسالياتنا ما ننساها، من أجل كنيستنا، من أجل كل اللي دي يحضرون كنيسة مالتنا واللي دي يدعمون ويساندون ويشتغلون ويتعبون بهالأعمال التحضيرية ليوم الأحد، إن كان كنيسة، إذا كانت قاعة، إذا كان حضور جايين من مسافات طويلة، وإن شاء الله ترجعون بالسلامة. آمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله واحد. آمين. أحد مبارك للجميع، إن شاء الله صحة وعافية. خلصت هوسة الأعياد مو؟ بس مع الأسف نشوف ناس ما نشوفهم بس بالأعياد، هذول نخلي عليهم question mark ونخليهم باجات حتى أول ما يجون نعرف نميزهم. شنو رأيك؟ ها؟ أي يعني لأنه فرحة القيامة ما هي بس يوم القيامة، لا، فرحة القيامة هي كل أحد، كل مناسبة بها قداس، هي هاي فرحة القيامة. لهذا يسوع اليوم أول كلمة انطانا إياها، أنا هسه دا أقرأ النص وفكرت بها، قلت هاي من وصايا الله العشرة، لا تقتل، لا تزني، لا تشتهي امرأة قريبك، لا تضطرب قلوبكم، لا لا لا. فإذا هاي وصية من وصايا الله العشرة، قولها يسوع انطانا إياها، لا تضطرب قلوبكم، لا تخافوا، يعني دا يأمر التلاميذ. وش وقت صار هذا الحدث مال يسوع دا يتكلم مع التلاميذ لا تضطرب قلوبكم؟ إنجيل يوحنا، لوقا ينطي تفاصيل، بعث اثنين يسوع من تلاميذه، اذهبوا إلى هاي القرية، روح عند فلان قولوا له حضر العشاء، اليوم يسوع ويا التلاميذ رح يجي يأكل الفصح عندك. وقام يسوع ونزع ثيابه واعتذر بمندل وغسل الأرجل وبعدين سوى الفصح. هاي ينطينا تفاصيل. يوحنا الفصول 14 15 16 إلى 17، لين 18 راح يقبض عليه يسوع. قبل ما يقبضون على يسوع، يسوع جالس مع التلاميذ ساعات قليلة بس، أربع فصول تقريبا انطانا إياها إنجيل يوحنا. وتتذكرون قصة اللي حكيتكم إياها، وضع رأس يوحنا على صدر يسوع، كان ده يسمع دقات قلب يسوع، كان ده يكتب. لهذا السبب في رؤية يوحنا، لأنه إنجيل يوحنا، بدنا نتكلم على يوحنا المعمدان، دير بالكم على كاتب الإنجيل والرسالة والرؤية. فبرؤية يوحنا ظهر له يسوع، قال له اكتب ما تراه، اكتب ما تراه. اليوم يوحنا بالإنجيل أقولها يمكن يسوع ده يقول له اكتب ما تسمع من قلبي، لأنه يسوع شاف التلاميذ وهي هاي الجلسة العشاء الأخير الوداعية، يسوع مع التلاميذ دي يشوفهم باو عليهم، يعني بس تخيلوا هذا الموقف. ترى انتبهوا، في العشاء الأخير ما كانوا بس التلاميذ ويسوع، كان أيضا أكو نسوة، كان أيضا مريم العذراء كانت موجودة، أكيد كان أهل البيت كانوا موجودين، وأكيد كان أكو غير ناس موجودين. فهذول الغير ناس هي إحنا، بس نقعد ونشوف نتأمل بيسوع الصورة، خلوها قدامكم. يسوع قاعد مع التلاميذ، في داخله إنسان، ده نتكلم كإنسان، في داخله أكو واحد راح يسلمه، في داخل يسوع يعرف راح ينصلب، راح يتعذب، مسامير، شوك، الحربة كلها يعرفها. لهذا السبب قال لنا ياها الإنجيل بحرف واحد، عرقه صار مثل دم، هل قد يعني الضغط ارتفع من التفكير، من الألم اللي دا يعيشه يسوع. قاعد يسوع مع التلاميذ، انتوا انتبهوا خلوها هاي الصورة قدامكم، يسوع مع التلاميذ دا يودعهم وهو في فكره راح ينصلب، يباوع يمين ويسار على التلاميذ، واحد منكم راح يخونني. صعبة
صعبة. احنا قاعدين في مجتمع، قاعدين في عائلة، مع كلتنا عائلة واحدة هنا، أنا كلتنا عائلة واحدة. لما انا باو على واحد اقول له انت راح تخوني، انت راح تنكرني، انت راح تقتلني، انت راح تفسد علي، جريمة. يسوع قاعد مع التلاميذ، قال واحد منكم راح يخوني، والتلاميذ بدت الشعلة بداخلهم، الشك والخوف، وكلمة أخرى واحد منكم راح ينكرني. ويسوع دا يتكلم، وأكيد دا يتألم، دا يحكي بس بألم، راح تنهزمون وتعوفوني. ايش بينه يسوع؟ ايش دا تحكي انت؟ اذا هذول التلاميذ عايشين 3 سنوات مع يسوع، شنو هذا الكلام اللي ما متعلمين على هذا الكلام؟ يسوع يا ابن داود ارحمني، والتلاميذ سكتوا. يا يسوع دي اصرف هاي المرة دوختنا، اصرفها. يا يسوع دي شوف هذا شيني. يا يسوع يا يسوع، كانوا يطلبون على طول معانه. اليوم حكي يسوع مختلف، اليوم يسوع دي يوجه كلامه مباشرة، ان واحد منكم راح يخونني، واحد منكم راح ينكرني، واحد منكم او كلكم راح تعوفوني بوحدي. وين عجاب يسوع؟ وين قوة يسوع على البحر؟ هاج البحر كله بكلمة، هدت العاصفة، دخل على الهيكل وطرد بعض الهيكل وقلب الموائد، وده يشوفون التلاميذ كل هاي الأحداث. اليوم يسوع غير شكل، لما شاف وضعية الوجوه مالتهم مال التلاميذ، لا تضطرب قلوبكم، وصية انتبهوا، لا تخافوا، لا تضطرب قلوبكم، وشبهتها بالوصايا، لا تقتل، لا تزني، لا تشتري امرأة قريبك، وا وا وا، لا تضطرب قلوبكم. وما سكت هنا أنا يسوع، ما قالهم لا تضطرب قلوبكم وعافهم، لا، كمل الجملة يسوع. هنا أنا لازم نفكر، هم احنا لما نتكلم بآيات من الكتاب المقدس ما نختار الآيات اللي نريدها ونستفاد من عدا حتى نحارب الآخرين، لا، كمل النص. يسوع قال لا تضطرب قلوبكم، آمنوا بالله وبيا بيسوع. وقف. إذا احنا مؤمنين بالله، شوفوا ما قال آمنوا بيا وبعدين بالله، لا، لأنه هم يهود، شعب عبراني يؤمن بالله، لما قالهم آمنوا بالله وبيا، إذا أنتم تؤمنون بالله راح تؤمنون بي. أين أنا وقف يسوع؟ تلاميذ مثل ها شوية نقدر نقول هدى، أنطاهم سكينة القلب، هدوء. مرات تقول إحنا قاعدين ونشوف حالنا إحنا مرتاحين كثير، بس قلبنا من الخوف مرتبكين. ليش مرتبكين؟ لأنه أنطانا أول كلمة، واحد منكم راح يخونني، واحد منكم راح ينكرني، معناته قلبنا خايف. ده يبين علامات الوجه، نسميها بالانجليزي شو نسميها، body language. فده نشوف body language. Jesus look at ourselves. He saw some people they scare, some people they shy, some people they cry, some people it's different. It's body language. And Jesus knew it about that. عرفها. لهذا قال لا تضطرب قلوبكم. ما قالها يسوع ايه فرحان يسوع، قالها ايه تضطرب قلوبكم حيل تستاهلون، لانه هالشكل انتم راح تسوون بي، واحد منكم راح ينكرني، واحد منكم راح، لا 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 لا. احنا بشر نفرح لما نخوف الاخر، نفرح لما نجرح اخر، نفرح لما ناذي واحد، نفرح لما نخلق بلبله بين الجماعه، نفرح. يسوع ما هيك، يسوع ما فرح بهذا الموقف، يسوع تالم بهذا الموقف، لأنه أعز أشخاص عند يسوع هم التلاميذ. والدليل أمه انطاها ليوحنا، ما قالها أني ابنك، هذا ابنك، انتهى رسالة. بس ما قلل من قيمة مريم عذراء، لا، انطاها أكثر عظمة، لأنه ما يريد يسلمها إلى لا شيء، إلى شخص يدير باله. لما يسوع عرف هاي كل حياته، عرف هاي التلاميذ، وما كان فرحان بهذا الموقف، كان متألم.
يسوع ما راح على بستان الزيتون ورقع على الصخرة وده يصلي وصار عرقه عبيد دم، مو بهاي اللحظة، من لحظة جلوسه مع التلاميذ وده يودعهم، هاي كلها مسيرة، هاي الساعات الأخيرة من حياة يسوع، مو باللحظة رأسا عرق هو قاعد يصلي وعرق، لا، لأن هاي بدت مسيرة يسوع وصلت إلى ذروتها. التلاميذ خافوا، لا تضطرب قلوبكم، لا تخافوا، راح تشوفون شدائد ومصاعب وويلات. لهذا السبب قلنا راح نتكلم شوية من على رجوع سيدنا البطرك بكلمته كثير رائعة، كثير رائعة. 9 أشهر بقى معزول في أربيل، عاش الألم، عاش الشدة، عاش الصعاب، عاش الانتقادات من اليسوى من يسوى أن يرفع دعوة قضائية. وبعدين إيمان، ماذا قال؟ قال إيمان وصبر وصلاة هي للطويلة. آمن بالله، هذا هو الدواء، آمن بالله وآمن بيسوع المسيح. فاليوم غبطت أبينا البطريرك بعد هاي 9 أشهر، شبهها بالمرأة الحامل 9 أشهر، وهالألم اللي تقيسه تعيشه المرأة رح تنسى شدتها، فرح عظيم لكنيستنا، ترجع كرامتها، ترجع هويتها، هويتها هي بقائدها برئيسها وبشعبها. إذا ضرب الراعي تتبدد الرعاة، تتبدد الرعاية إذا ضرب الراعي. لهذا السبب إحنا الراعي مالتنا لازم يكون قوي، وسند الراعي مالتنا هو شعب مالته. اليوم إحنا كلتنا لازم نكون إيد وحدة خلف كنيستنا. منو ما يكون الراعي؟ اليوم هنا كثير من الرعاه اجوا يخدموا وادوا رسالتهم وراحوا وجوا غيرهم، بس انتم باقين. لا تضطرب قلوبكم، لا تخافوا. اذا احنا متمسكين مع بعض ونعيش هاي الوحده مع بعض والايمان مع بعض بمحبه، عائله وحده، قلنا احنا عائله وحده، ما حد ما يقدر يكسرنا. بس اذا كل واحد يسحب من جهه بسهوله راح ننكسر. فلهذا يسوع كان يعرف ايش راح يصير، بس كان يوعي التلاميذ حتى يقوي من عزيمتهم، يقوي من ضعفهم، لانه الايمان يولد بالضعف وبالقوه، يسند ويمشي ما يموت في محله، يقوى اكثر واكثر. مو بس بليله القيامه اجي هنا اوف كنيسه مليانه فرحان، طبعا الكاهن يفرح لما تنمي الكنيسه، كنيسه مليانه وكنيسه ما مليانه، الأسرار مليانة، الخدمة موجودة، القداس موجود، مليانة كنيسة ما مليانة، قداس موجود، الذبيحة موجودة. بس هاي الضعف رح يصير وين؟ لما نحن ما نعيش هاي القيامة مع بعض إلا في عيد القيامة، كل أحد هو قيامة. لهذا أخوتي خوات المباركين، نعيش هاي إحنا فترة القيامة، نعيش هاي القوة، القيامة أعطتنا مثل قوة وسند، أنا غلبت الموت. لا تخافوا، دا يشجع بالتلاميذ، لأنه هاي الساعات القليلة الوداعية رح يسلم بأيدي الكتب والفريسين، يبقون التلاميذ كلهم يخافون ينهزمون، انطاهم مثل ما يقول انطاهم قوة بالرغم من خوفهم وهزيمتهم، عاشوا في بيت واحد، ما هم خايفين راحوا عاشوا في بيت واحد، ما شتتوا، ما ضاعوا، ما عرفوا ولا واحد، لا، ما العلم هم يعرفون نفسهم، يعرفون واحد الله 3 سنوات، لما يعرفون بعض يسوع جمعهم وصارت علاقة 3 سنوات، هي أنتم تعرفون عشرات السنين، عشرات السنين احنا نعرف بعض، شائبة وحدة صغيرة ننسى التاريخ كله. لهذا السبب خلي نراجع ذواتنا ونراجع نفسنا، لأن يسوع معانا يقول لنا لا تضطرب قلوبكم، وإحنا كلنا نقول مع يسوع المسيح قام ونحن شهود على ذلك، آمين. لنقف كلنا بفرح وابتهاج ولنطلب بثقة قائلين ارحمنا يا رب، يا رب، من أجل أن يتحقق فينا وبيننا سلام قيامتك ويحررنا من كل خوف وقلق نطلب منك يا رب، من أجل أن يكون إيماننا حاراً وعميقاً ونعيشه بحماسة
وأن نقدر على نقله إلى أخوتنا حبا وفداء وفرحا. نطلب منك يا رب من أجل أن يكتشف كل منا أنك حاضر في كل شخص بشري أيا كان، لا سيما المتألم، فنمد له يدنا لتخفيف آلامه ورفع معنوياتهم. نطلب منك شاني لا شملا ما طيب وسا اشفى بدم وترحم وحنانا داله وسا نيو مرحو سايت حوب عما والشقان اعطى خلعانة مرعي تا دغوت لا خف طيب وترحمك مرض خون ابرا روح القدس العالمين قدش مثل آلهة وروحة قدشة نهوان لن أزرانا والقرقانة تحيد العالم عالمين ملكوث الدشمية الطيب وثاد يمشيحة شو حلاوة ولورا والروحة قدشة المذبح قدشة نيوة دخرانة دب سلطة مريم يمد آلهة من عالم وعظم من عالم آمين وآمين شليحة ودورا رحمة ودي حيثة صلوا نهوشينا بوريثا ليقل الشعب كله آمين وآمين ذكراك يا مر يوسف على المذبح المقدس مع الأبرار الصديقين والشهداء المكللين قد رقد على رجائك جميع الموتى ابعثهم يا رب المجد في قيامتك المجيدة نؤمن بإله واحد الله خالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وكل يوم واحد في سرعة السير ابن الله الوحيد المولود من صلي السلام معنا. صلوا لأجل آبائنا البطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة
والفتيان والعذارى وكل الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق. أصلي من أجل المرحومين سمير إلياس مدالو، سامي أبو الصوف، عوني أبو الصوف، يوسف عوديشو، جان فياف عوديشو، سارة كينا، تريزا دانيال، يوليت حنا، إلياس عفان، تريزا يوخنا، الشما سمير بطرس، بطرس كينا صليوة. ومن أجل شفاء المرضى الشماث جورج يلدة، حسين عوديشو، جندار عوديشو، فادي سامي الصايغ، علانية باهرة جرجيز ويوسف يلدة سور. وجميع أبائنا وأخوتنا وبنينا وبناتنا وجميع الرؤساء المؤمنين محبي المسيح وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ها هنا وفي كل مكان، لكي يمنحنا الله الذي نصرهم بالحق القيامة من بين الأموات رجاء صالح ومعهم ونصيبا وميراث الحياة في ملكوت السماء. دو حب شلمة وهي منوتة دشرارا شمش موتة دلواتا نؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. آمين. إسلام عم خون الله وعم روحا أحايا واشتام أحد الحاد بحبه دمشي حاد. ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد. آمين. العين نهون مضعيكون وثاخ له دورهم ودسحاب دسرائيل ملكان قربانا تلاه مريكون مذقارا يا إيم صادق شلام عما يا خالق العالم بنعمتي مبدأ البشر برحمتي مخلصا بحناني مفيضا نعمة عظيمة على المائتين مع ألوف السماوين الذين يسجدون لعظمة كربات الملائكة مواكب الروحاني قدام النور والروح الذين يسبحون أسمك والكاروبيم والسرافيم القديسين الذين ينادون بعضهم بعضا قائلين
ذات غير امطاز ونهاد واحتذوا ونحاش والنقرا والموثى بول الياد مشلم ومنسى والاحمر بذا وقديش اتى وارم عينا والواثق لها ويحيدكون اودي لخ وارق وقصا ويا والتلميذ وكذا مار سا وخل مني كل خون هنا وفغر دال بيكون مثقصي شو قانا ضحطاه كذلك من بعد العشاء أخذ بيديه المقدستين كأسا طاهرا وشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذا هو دمي العهد الجديد الأبدي سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري كما أوصيتني يا رب قد اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء للاحتفال بسر الخلاص هذا الذي بي أغذقت علينا نعما عظيمة لا توفى فتجسدت لتحن بإلهيتك وأذت ضعفنا وغفرت خطايانا وأن ارتعق لنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائزة وعلى باي كل عذرانك طيب واثق دلواتن نسق لك تجبح تويقار وسوديث وسقثة هاشا ووخ الزوان والعالم علمين مدعيكون صلى وشلام مريا آلها خيلانا اقبل لآدي قربانا دك مقر وخطالق بدل كل نعمتيات وبتلسلت دل أبت مات مريم طوانيثا وتطليب أحمر يوسف وتكل بابا واثكين وزدي قدش بريقامه وكل نوية وشليحي كل سهدة وموديانة اقبله يا رب لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان لأجل أبانا القديسين ما فرانسيس بابا روما ما لويس الباتريارك وأبائنا الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات Accept this sacrifice, O Lord God Almighty, for all who are in sorrow and distress, the needy and weary, the sick and affected, for all the deceased who have departed from our midst, for these people who gaze and await for your mercy. أقبله يا رب لأجلنا نحن الحاضرين ها هنا والمنتظرين رحمتك استجب صلاتنا واغفر خطايانا وذنوبنا اقبله يا رب لأجل هذا البلد وسكانه وهذه المدينة وبلدنا العراق وكنيستنا وإرساليتنا صنهم بقدرتك من كل الأضرار والمصائب أبعد عنهم الخوف والعنف وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام أيها المسيح سلام العلويين وأمان البشر وقد الأمن والسلام في أقطار المعمورة وفي كنيستك الجامعة وأزل الحرب عن وجه الأرض وأهد الشعوب المتخاصمة الداعية إلى العنف لنعيش حياة هادئة والعة بنقاوة فطرة هم أخنن يا ماراً أودخ محيلة وحلاش مشقي ديوخ جميع بشمه قيمة وقامه بعدانا آذق بلنا سبيتة دبرونه كنت أغني بصيخة رويزة مشبوحي معلوي بتخارك أو دخلة رازة آذي رابة مزقانة وقديشة مخيانة وآل هاي حشة وموتق ورتة مخيانا مارا إيشو عم شيحة آمين قفوا هادئين وخاشعين صلوا السلام معنا آثي يا مارا
روح قديش لياتي يا رب روحك القدوس may your holy spirit come O Lord and rest upon this sacrifice to bless and sanctify may become for us the pardon of debts forgiveness of sins the great hope for the resurrection of the dead and a new life in the kingdom of heaven with all who have praised you بأفواه منطلقة ووجوه مشرقة نحمدك على تدبيرك العظيم لنا ونمجدك دوما في كنيستك المفتداة بدم مسيحك الكريم الآن وإلى الأبد آمين باسم الله مار العالم بريخة طبوتا والسريوتا بريخة طاوة بس يموت حبه خل اللمقاوة من شفته دغطيته يا شيبان طاواد بلط لبجالة إلا مغزيلة سكرتا وعجب ليلة دارتا محاسل اقناهي واخطياتي أنك يا ذني واني لك يا ذني بنعمته ورحمتي أمين برحمة قروالا مارا والا رحمانوثا طيبوثا صدراتي علينا شويحة وقديشة مخيانة وآلها يكذلا شاوينا تشبحت لاش ما قديش لحظة حية محيانة نقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة ونكسر بحنانك جسد سيدنا يسوع المسيح ونسمه بدمه الكريم باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد آمين The precious blood is signed with the life-giving body of our Lord Jesus Christ In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, forever. Amen. Mr. Shem, Pagra Qaddisha, Badmam Hasyan, Admaran, Isho, Amshiha, Shemawa, Wawra, روحة قدشة العلمين تبرش القدس لما يساش عذاب برون روحة قدشة نعمة قال نحطاي والصورة ربا تقوم تتنيد تميت حي حتى ما يكون اسمي طيبوس رحمه علمين آمين المجد للأب والابن والروح القدس لله تدمارني شو امشي حو حب دلاء وشوت ابو ذات روحة قدشتي ويام كلا هاشا واخل زوان والعالم عالمين لنقترب كلنا بالخوف والاجلال الى سر جسد مخلصنا ودمه الكريم ونتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان صادق لأن ابن الله الوحيد أخذ من أجلنا جسدا بشريا ميتا ونفسا ناطقة عاقلة وخالدا وبشرائع المحية ووصايا المقال إلى معرفة الحق
وبعد أن حقق تدبيره لأجلنا اختبر آلام الصليب وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء وأعطانا أسراره المقدسة لنتذكر فيها نعمته العظيمة علينا. فلنختبر إذن هذه الموهبة بحب كبير وتواضع عميق. نختبر موهبة الحياة الأبدية وبالصلاة النقية والحسن المعقول نشترك في أسرار الكنيسة على رجاء التوبة. ونحن عائدون عن زلاتنا ومتألمون على خطايانا ونطلب الرحمة والغفران من الله رب الكون ونصفى عن زلات إخوتنا. حقد وعداء خطايانا وزلاتنا فنتناول القربان ونتقدس بالروح القدوس خطايانا وزلاتنا ونشترك في الأسرار باتحاد الأفكار والوفاق المتبادل للحياة الأبدية اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا وقدسنا بنعمتك لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة وبالدالة التي وهبتها لنا برحمتك ندعوك كلنا قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على أجل يا إلهنا وأبانا الفائز رحمة نطلب إليك مبتهلين ليا رب ليا رب لا تدعنا نسقط في التجربة لكن نجنا من الشرير وأعوانه لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض هاشا وأخلص وان والعالم عالمين إسلاما عمخون شلموثا هذا وقديشا هذا قراء قديشا هذا روح قديشا
قدس أجسادنا بجسدك المقدس، واغفر ذنوبنا بدمك الكريم، وطهر ضمائرنا بحنانك أيها المسيح رجاؤنا. مهوس الطيب محيانا ما رأي شامشي حتشتمل برحمي عن كلان. Oh.
وتشقريوان واشتوينان واشتوتفنات مسود رازي هاني نشويحة وقدي نشوح يعني ولا هاي نودي كل نخات ونشبح لالا يا هو هو يليق يا رب مدى الأيام ويحق في كل الأوقات أن نرفع لك الشكر والمجد والسجود لأنك أهلتنا بنعمتك نحن المائتين لنقدس اسمك مع الروحانيين ونلتذ بعذوبة أقوالك ونشترك في أسرار موهبتك يا رب الكون أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد آمين بارك أعطم بارخنا كل بركات روح بشمية بقاودي شامشي حماران الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا الذي أعطانا جسده ودمه عربون الحياة الأبدية هو يبارك جمعنا وينم شملنا ويقدس شعبنا الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية وبعلامة الصليب الحي تكوننا موسومين ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة هاشا وخلزوان والعالم عالمين آمين أحد مبارك للجميع إن شاء الله دائما بالصحة والعافية ربنا يحميكم ربنا يحفظكم دائما Thank you.